هلا والله، كيف حالكم؟ الحمد لله، أنا جبت أغراض كثير أمس من بيت هذا الويجي، وراح أوريكم الدايموند يا حبيبي دايموند. أخذت الدايموند كثير أمس، مرة أخذت الدايموند كثير. شوفوا الصناديق هذه موجودة، هذا صندوق ماريو وهذا صندوق الويجي، مليان دايموند يا حبايبي، كثير دايموند. تدرون ليش هذا الدايموند كثير مرة؟ لأني أنا الحرامي المقنع اللي ما في أحد زيي أبداً. بس تحسبون إني أنا خلصت؟ تحسبون خلاص ما عاد في سرقة وشي؟ لا يا حبيبي، أكيد توني بادي، أنا باقي بسرق البيت حقهم كامل، ما راح أخلي شي أبداً، والله مستحيل أخلي لهم شي. والآن يا حبايبي راح أروح أسرقهم مرة ثانية ومستحيل يكشفوني. تدرون ليش؟ لأني أنا الحرامي المقنع. هلا والله، كيف حالكم؟ شلونكم؟ تشوفوني ولا ما تشوفوني؟ اي انا متخبينا ادور الحرامي. وماريو وين ماريو؟ توقعون ماريو؟ اي شوفوا وين هناك، شوفوا هناك. والله ماريو ولا شيء، احنا متخبين هنا قاعدين ندور الحرامي، نبغى نعرف وين بس ما ادري وين راح يا اخي، ما ادري منو الحرامي اللي سرق الدايم حقنا. والله الا زعلانين انا وماريو، لازم نكشف. عشان كذا احنا متخبين هنا، لازم نبحث عنه في كل مكان عشان نعرف، لاني لو امسك والله الاسجن عندنا في السجن هذا اللي ما يستحي. لكن يلا ما في مشكله. اسمع يا ماريو، لازم تتحرك من المكان هذا. خلاص احنا وين نروح؟ علمني. طيب هذا افضل مكان نتخبى فيه. رجع الحرامي، شكله ما راح يرجع مره ثانيه. خلاص اخذ الدايموند حقنا وراح يشتري سياره وراح يشتري اكل وراح يشتري كل شيء. رجع كده انا زي ما قلت لك، والله نجيب الدايموند كله من عند الحقير ذا. اسمعني يا ماري، انا عندي فكره، ايش رايك نروح نبحث عنه في المدينه؟ انا اتوقع انه واحد من المدينه ما نعرف، لان الشبيل مستحيل، والقرويين شيكنا عليهم كلهم واحد، دخلنا بيوتهم دورنا كذا نبحث انا وماري كذا ترن 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 نبحث عن دايموند، بس ما لقينا دايموند يا اخي. والله عشان كذا دايموند ما عندي، دايموند عندي سيف دايموند بكسر راسه فيه. والله طيب خلاص، اسمع خلاص، بنروح المدينه ونبحث عن هذا الحرامي اللي اساسا سرق الدايموند حقنا كله. بس والله اني خايف، انا ركبت كاميرات، ركبت كاميرات عندي في البيت عشان ما يكشفنا. لازم ما نخليه ياخذ الدم حقنا ويسترس فيه. انا بروح على المدينه بسرعه قبلك يا ماري، وابحث بيت ليه ما لقى الحرامي اللي ما يستحي. والله لو وريه. اي انا وصلت الان على بيت ماريو والويجي، والان انا جنب بيت ماريو. انا سمعت يا حبايبي انه ماريو عنده دايموند كثير مره، وعنده مخبأ سري بس ما ادري وين. حتى ذاك الويجي اللي هناك عنده مخبأ سري بس ما اعرف وينه. بس ما علي، الان بوريكم الان مخبأ ماريو. عشان كذا حفرت يا حبيبي خندق مره كبير. بس خليني ازين الخندق الان في هذه الشمعات الاسطوريه علشان اقدر احفل على راحتي يا حبيبي. يا ويلك يا ماريو. هذا الخندق طبعا يا حبايبي راح يوديني على بيت ماريو مباشره عشان اقدر اخذ راحتي في التكسير بدون ما يدري. يلا بسرعه، خليني اكسر. لا مو بذي بسرعة. ما توقعت اني بحصل الدايموند كثير. لقيت شكلي هذه خزة ماريو الاسطورية يا حبيبي. والله اني الحرامي المقنع الاسطوري اللي ما في احد زيي. بسرعة خليني اكسر. يلا بسرعة. خلني ادخل. واو، وشو ذا يا حبيبي؟ هلا بالدايموند. والله غرفة سرية، مرة غرفة سرية. خلني أشوف إيش فيه هنا. أوه، الدايموند الكثير، والله دايموند كثير. هلا بالدايموند. حط صورته. يا ماريو، شوف يا مسكين، راح أخذ الدايموند ذا حقك كله، ما راح أخلي لك شيء. يلا بسرعة، مو الآن الوقت اللي أسوي فيه كذا. أنا خليني أبدأ أشيل الصناديق يا حبيبي، ولا أخلي له شيء أبداً بالغرفة، والله لا أخليها كلها تراب. يا ربي، والله بدور ندور الحرامي ذا ما لقيناه. يا ماري، بحثنا في كل مكان، أنا خلاص، والله أني خلاص تعبت، ما أدري الدايموند حقنا خلاص راح، أنا بودع الدايموند حقنا، والله بودع. لا، توسونا باللايك والاشتراك ولا أي حاجة تحطوا له عشان إحنا نرتاح. والله الدايموند حقنا راح يا ماري خلاص. صدقني بنحصله يا أخوي، مستحيل ما نحصله. والله ماري، في دايموند؟ والدايموند وين الدايموند هذا؟ مين الدايموند؟ جمع دايموند والله شكله ندمان.
والله بدري بدري خلنا ناخذ الدبت كله لازم نبحث عنه. وين شبروين بسم الله الرحمن الرحيم. انا بفتحها ماري والله شكل بحط الدم بكم في الدم. يلا واحد اثنين ثلاثة. احنا ضد حرامي محترف جدا قاعد ياخذ الدهب بدون ما نعرفه وما ندري منه وقاعد ياخذ الدهب ما يبان في الكاميرات ما ادري كيف وقاعد يقول ترك افخاخ خطيره وش تسوي يا ولد؟ لازم نكون حذرين 100% لازم تحط الكاميرات في المكان وتبحث. واسمع الان الليل هذا كامل ما تنام ولا دقيقه بتنام ابدا. انا ما راح انام وانت ما راح تنام. راح نبحث عنه لازم راح نبحث عنه. انا بروح في البيت حقي وانت في البيت حقك ودائما اخليك صاحي كذا وشغل عيونك. شفت عينين هنا وعينين يمين وعينين ورا وعينين يسار كل شغل عيونك لازم تشوف كل شيء. والله صدقوني راح تصدقوني. هذا ليومين العريس وكبرنا دائما ليومين واحنا ما عارفين والله ده مشكله. بس يلا ما في مشكله لازم نمسكه الان نمسكه وراح ناخذ منه كل الدم اللي اخذه منه. صدقوني راح ناخذ الدم كامل. لكن والله راح يندم ندم شديد اني قاعد يطقطق على ماري ولويجي. خوفتكم. اقول لكم نصيحة يا حبايبي، نصيحة لازم تهتمون فيها دائما. اذا شفتوا سيارة بيضة زي هذه السيارة اعرفوا ان موجود قريب الحرامي المقنع. بس الان لازم اوريكم الاشياء اللي سويتها. طبعا هذه السيارة شريتها بالدايموند حق ماريو الغبي. هذه السيارة جديدة حقتي. مو بس كذا، اوريكم دايموند الويدي وش سويت فيه. شوفوا البيت حق وش سويت فيه، حطيت فيه دايموند يا حبيبي. طبعا هذا البيت بس هذا مؤقتا يا حبايبي، ولا انا راح اروح اكمل سرقتي وما اخلي لهم شيء ابدا. عشان كذا شريت السياره، عشان انقل فيها كل الاغراض حقتي. خليني ادخل البيت الان وارتاح شوي، وبعدها راح ارجع اكمل سرقه لويجي هذا المكان السري حقه يا حبيبي. يا سلام، الله البيت رهيب. ما تدخلون معي، يلا نشوفكم بكره، مع السلامه. هلا والله يا حبايبي، انا جالس اليوم كاني مجسم، ما ابغى اتحرك ولا حركه، لعشان ما حد يعرفني اني موجود. انا هنا ولا مكشوف؟ والله مكاني مكشوف الضاد. ما جاء الحرامي من وين؟ نبحث عنه في كل مكان. يا اخي والله ما ندري منه، لازم انا ابغى اعرف منه. بس ابي ادري منه هذا الحرامي اللي سرق الدم حقنا. شكل الان مستانس واخذ سيارات واخذ بيوت ومشتري له كل حاجه في الدنيا، لان الدم ده اخذ منه مره كثير. وانا زعلان جالس اراقب من اليوم، وماري شكله جالس يراقب هناك في بيتي. شوفونا جالس يراقب. والله شكله جالس يراقب المسكين، شكله زعلان. ماريو انسرق من داد مرة كثير. يا ماريو شوف إز راسه. طقطق علي، والله طقطق علي. اصبر والله اجي ادفع معه. والله ماريو قاعد يمزح معي. يا ماريو راسك شوف بس راسك. اشوف وش في معلمك؟ جايك ولد. خلنا نطلع نعلم ماري، نقول له يا ماري ترى يا ماري انت فرحان يا ماري. انا لك انت ضاق الصراحه، بس انت بتحقق الراحه. خلاص اي والله انت من ترى. والله انت بتحقق كل راح يا ولد. لا والله ما ودي هذا المجرم الخطير اللي سرق الدايموند حقي. والله بنعرف منه. تعال انا عندي فكره. تعال اقول لك انا عندي فكره مره اسطوريه. ايش رايك بما ان احنا مطفرين الان؟ انا مطفر وانت مطفر. وش رايك؟ اسمع، انا ببيع بيتي. بيت كنت تشتري دايموند؟ كنت تشتري؟
بيتك؟ يا ولد والله ما يجيب بيتك ستاكين دايموند بس. والله ما يجيب شيء. بيتك يجيب ستاك واحد اذا بيتك يجيب ستاك. اي والله انت يجيب ستاك واحد ماري. ما عندنا غير الا نشتغل من يومين ثلاث ايام، نجي ثلاث ايام في القاف نجمع دايموند. بس خاطر ينسرق بعدين. بعدين ينسرق طيب ايش الفائده؟ أهلاً السلام عليكم، كيف حالكم؟ شو مسوين؟ السلام عليكم. معليش قاعد اسمعكم انتم تتكلمون انه في واحد سرق الدايموند حقتكم مدري ايش، علموني مين مين. والله يا قاضي يا عمنا قروي بسألك دحين في القرية ما في شيء انسرق حاجة بتحسوا شيء انسرق؟ لأني احنا قاعدين ينسرق من دايموند. اي القرويين صح صح قالوا انه في في اشياء امرالد ودايموند سرق من عندهم. والله يا عمنا قروي من جد في احد والله يعني ماري والله مشكلة يا ولد. والله صراحة ما اهتميت لكلامهم يوم قالوا انسرق، قلت انت وكذابين ومشيت وطنشتهم. بس الآن بما انكم تكلمتوا وانه برضه انسرق من عندكم اكيد الموضوع خطير، لازم نعرف مين هذا اللي قاعد يسرق منكم ومن القرويين. كيف بنكشف يا عم القروي علمنا كيف بنكشف؟ مستحيل هذا محترف محترف. والله لازم يوم كامل نحط كاميرات ونراقب يومين. تدري تدري له يومين يسرق من عندنا دايموند ولا ما تدري يا عم القروي؟ وش تسوي؟ يومين انا ببحث عنه في كل مكان والله لو اشوف. يومين بسم الله الرحمن الرحيم قدر يصدق. والله ما ادري ايش تسوي. جاتني فكره جاتني فكره بس خلاص عندي فكره ان شاء الله تعالى راح تفيدكم لكم الاثنين، بس ابغى موافقتكم عليها لانه راح تكون شوي مزعجه. انا موافق انا موافق انا موافق انا حرامي والله من جد. لا شك اذا انا موافق. اسمعوني زين، انا راح اجيب لكم 10 قرويين يجلسون عندكم، خمسه في بيت ماريو وخمسه في بيتك يا لويجي، عشان اول ما يجي الحرامي ذا المحترف ننقض عليه كلنا ونكسره تكسير. يعني القرويين بيجون يتخبون عندنا في القرية. والله بيتخبون عندنا في القرية، تلقى في قراوي فوق الشجرة هناك وقراوي تحت الكرسينا وقراوي فوق عند الحظيرة وقراوي تخشب لويجي وقراوي تخشب باريو. لعشان ما أول ما يشوف الحرامي نضربه. بدل ما يكون معنا أربع عيون، عيوني عيون أخوي لويجي يصير عندنا تقريبا 20 عين أو 30 عين. والله اثنين اثنين في اثنين في 10 في كم؟ 20 كم كم 20 عين او 40 عين والله صراحه ما حسبتها. كم بنكون انا؟ ما انا عينين، ام ماري عينين، وقروي عينين، و10 قرويين عينين. 40 40 30 30 30 30 والله ما ادري. خلاص اكتبوا لي في الكومنتات كم بيصير عندنا عين، بنشوف القريه كلها بنراقب كل حاجه، ما راح اخلي شيء. يعطيك الف عافيه يا عمي. خلاص الان كلم قرويين وانا وماريو بديكم. يلا انا ماشي ماشي راح اكلمهم. لا راح نسوي لك كمين الاسطوري. هذا الحرام اللي ما يستحي يحسب انه بياخذ الدم حقنا يا رب. لا يا حبيبي صدقوني راح نمسك باذن الله. يعطيكم الف عافيه على المشاهده، لا تنسوا تحطوا لنا لايك والاشتراك في نزله التنبيهات، وترقبوا الحلقه القادمه لما نمسك الحرامي ونسلف هذا السين الاسطوري. يلا مع السلامه. جيتك يا مالي جيتك.